بسم الله والابن والروح القدس لحد ايام الخلق من الله ابدا. ليس هناك اصدق من كلمات الكتاب المقدس التي تعبر عن هذه اللحظات من سفر النشيد الانشاد. من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر وباللبان وبكل أزرة التاجر؟ من هي المشرقة كالصباح جميلة كالقمر طاهرة كالشمس مرهبة كألوية كجيش من ألوية؟ هي نفس أبونا الطباوي المكرم القم الشنود الأنبا بشوي. أبونا القم الشنود الأنبا بشوي ولد في 28/9 سنة 1943، ده تاريخ ميلاده الحقيقي، September 28, 1943، وده كان موافق عيد الصليب، فسمي صليب، سمي صليب وكان حاملا للصليب، كل حياته حاملا للصليب، صليب التجارب، الأمراض، محاربات عدو الخير. أبونا شنودة عايش طول عمره ناسك راهب مثال، تتبع مثال السيد المسيح. بعد أن أنهى دراسته في الثانوية العامة التحق بالكلية الإكليريكية وكان متفوقا في الدراسة وكان الأول على الدفعة بتاعته، وكان بيكافئوا اللي بيطلع الأول على الدفعة يبعتوه للأراضي المقدسة في القدس عشان يخدم هناك. فخدم شوية مع نيافة الأنبا باسيليوس مطران القدس في ذاك الوقت، وبعد كده رجع وعين مدرس في الكلية الإكليريكية. كثير جدا من الآباء الأساقفة من الآباء الكهنة تتلمذوا على يديه. في هذه الفترة عاشر آباء قديسين كبار، منهم البابا كرولس كان تلميذ لي، حامل الحية النحاسية دائما معه، وتتلمذ أيضا على يد قداسة البابا شنودة الثالث. وعاشر أبونا بشوي كامل، وأبونا ميخائيل إبراهيم، وأبونا فلتأوس السرياني، وكثير من الآباء القديسين اتعلم منهم، عاش معاهم، فأصبح أيقونة. علاقته بالقديسين دول ما انتهتش، لم تنتهي بوفاة بابا كرولس، ولم تنتهي حتى بوفاة أو نياحة البابا شنودة، ولم تنتهي بعد نياحة أبونا شنودة. استمرت هذه العلاقة قوية. بعد فترة من دراسة أبونا، تدريس أبونا شنودة كمدرس في الكلية الإكليريكية، قرر أنه يكمل حياته اللي هي كراسة للمسيح، فراح الدير الأنبا بشوي. دخل الدير في February 15, 1974، والعجيب أنه رهبا في أقل من سنة، واللي رهبانه قداسة البابا شنودة الثالث. بابا شنودة الثالث جمع الآباء آباء الدير وسألهم، قال لهم طيب أنا طبعا هو فترة قصيرة عنه يترهبط، بس إحنا هنحسب له فترة الكلية الإكليريكية
اللي عاش فيها متبتل وفترة الدراسة، فأجمع كل أباء الدير بالموافقة على رسامة أبونا أو الأخ الصليب القمص ديمتري باسم أبونا شنودة الأنبابشوي. وده كان في مارس 8 1974، وبعدين رسم قمص في مارس في مايو 28 سنة 76. شهادة أمام أصبح الله في كنيسته. أنا عشت مع أبونا شنودة 22 عاما، كنت ملازم لي في الضراء وفي السراء، عشت معه 22 عاما ولم أرى منه شرا ولا شبه شر. كان بسيط كالحمام وكان حكيم. الله أنعم عليه بمواهب كثيرة، في منها الناس تعرفها وفي ناس ما تعرفهاش. أبونا شنودة على سبيل المثال كان عنده موهبة إخراج الشياطين منذ كان راهبا في الدير. نيافة الأنبص الربامون هو اللي أنا هحكيه يا إخوة يا أباء أحباء، قصص من فم أبونا شنودة لأذن أنا الخاطي، من فم الأذن، ما فيش وسيط وليس فيها مبالغة. كان الأنبس ربامون يبعته في لو حد راح الدير عليه روح نجسة، فكان بيبعت أبونا شنودة، وكان بيحاول يتهرب من الكرامات دي، فكان أبو أنبس ربامون يقول له لازم تسمع الكلام، فكان كراهب يقول إني الطاعة أفضل من تقديم ذبائح، وياخد الأخ اللي عليه الروح النجس لجسد الأنبابشوي ويروح للأنبابشوي يقول له أنا هو جاي لك أنت من جاي لنا. فالتواضع العجيب ده كان طبعا بيسحق الشياطين. دي من ضمن المواهب اللي كان حباب بها ربنا. كانت لي عشرة مع القديسين، عشرة طيبة جدا وقوية جدا. لما كانت تشتد التجارب عليه كان يلجأ إليهم، ولم يسمح لأحد مطلقا أن يدافع عنه أثناء حياته. وأنا مش بدافع برضه، أنا بحكي وقائع. أبونا شنودة جه فترة من الفترات اشتدت عليه التجارب وظلم، أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، متشبها بسيده، وكان يقول الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. بعد طول عشرة معاه سألته مرة، قلت له أبونا شنودة إزاي بتتعزى يعني؟ إيه اللي بيعزيك؟ فقال ربنا ما بتركش حد ولا بيجرب حد أكثر مما يحتمل، ربنا حنين. قلت له طب ما تحكي لي كده يعني حاجة يعني. قال لي القصة الآتية، إنه في يوم من الأيام كانت اشتدت عليه التجارب جدا وكان تعبان، فدخل بيته وجه وقف قدام صورة البابا كيرلس. عشان كده بقول إن العشرة ما كانتش انتهت بينهم بالوفاة يعني. خبط على الصورة قال له بابا كيرلس، هو أنت عشرتك مع السمائيين نستك أولادك على الأرض؟ بالنص كده. ودخل نام أو ينام وقفل باب الأوضة. يقول لي ابني أنا ما كملتش، يا دوب دخلت على السرير لقيت باب الأوضة اتفتح ودخل البابا كيرلس بكامل هيئته. وقال لي لا يا حبيب أبوك،
عشرتي مع السماهين ما نستنيش أولادي على الأرض. أنت مش فاهم إن ده كله لخيرك، وبعدين عملوا فيك إيه يعني؟ عصروك في الهمبازين، سحلوك، حطوك في أتون. يعني بيقول له يعني التجارب والأحزان دي برضو فيه أحزان وتجارب أعلى منها تعرضوا لها القديسين الكبار يعني. أمال هتخش السماء إزاي؟ تعالى، يقول لي مسك إيدي، وفي إيده التانية كان الصليب والعصي. لقيت سقف الأوضة اتفتح وخدني طالع فوق طالع فوق، وبعدين ببص لقيت الشيطان شكله وحش ماسك في رجليا وبيشدني لتحت. الحقنا يا سيدنا، الحقنا يا سيدنا. قال له ما تخافش، وراح بالعصايه بتاعته وهاش الشيطان كده، بيقول لك كان بيهش يعني دبان. وبعديها بيقول لي رحت وجعت على السرير، وجعت يعني مش بيحلم، خبط على السرير يعني نزل من فوق وجع على السرير. وأنهى القصة على هذا الوضع. أعرفش إن كانت القصة ليها كمالة وهو ما حبش يكمل، ولا هي انتهت على هذا الوضع. كنت واخد بركة إن أنا كنت بصلي معاه كل يوم جمعة. كان هو أبونا شنودة يصلي باستمرار أربع جمعة حد طول حياته، بالإضافة إلى أي أعياد قديسين، أي أعياد أخرى، مناسبات. في يوم من الأيام أنا ما كنتش حاضر يوم الجمعة دي، بس كان بيحضر معانا أخ، والأخ ده أنا أثق في كلامه، والقصة دي أنا سمعتها تاني من أبونا شنودة، يعني سمعتها من شخصين، من الشخص اللي كان بيصلي معايا ومن أبونا شنودة. الشخص ده عدى بتجربة قاسية جدا واشتدت عليه المحن، فراح لأبونا شنودة. أبونا شنودة كان قصته كلها إنه يلجأ للقديسين، يقول لك إحنا تعالى نعمل قداس وربنا يتمجد زي البابا كرولس، تعلم منه، حط مشاكلك على المذبح والساحة على القديسين، هم يتصرفوا يعني، هم الجبابرة دول مين أقوى منهم، مين أحسن منهم، ده الإيمان بتاعه. فقال له حاضر أبونا، من الشهود حوالينا محيطة بنا، لازم يكون ده إيمانك. وقال هلو ببساطة، بيقول لي كما لو كان دي مش أول مرة طبعا يشوفه، كان هادي جدا، هو بيقول لي وديك تعزيت حبيب أبوك وشفت البابا كرولوس، خلاص تزعلش الموضوع هيتحل. يوم من الأيام قصة أخرى، القصص كثيرة بس طبعا لضيق الوقت والجود الأباء يعني حبيت كده بس اللي ألهمني بهم ربنا. يعني نزل أبونا شنودة بيقول لي شفت اللي حصل؟ قلت له يا أبونا، قال أنا لقيت عنده خبزة، خبزة اللي هي يدوها لنا في الأديورة، أي حد فيكم زار الأديورة ياخد خبزة. قلت له إيه الخبزة دي يا أبونا؟ قال أنا نزلت أعمل القداس لقيت المذبح فاطر، مذبح فاطر يعني حد صلى عليه ومرشوش بالمية وعليه الخبزة دي، فعرفت إن الآباء السواح جم صلوا وسابوا لي المذبح علامة عشان ما صليش، لأن المذبح خلاص فطر. دي كانت حياة أبونا شنودة. من منا يعرف أبونا شنودة عن قرب ورحله وكان مكسور الخاطر حزين متضايق، إلا وطلع فرح، فرح القلب، وكمان فرحان بالتجارب اللي عطاها له ربنا. يعني ما كانش يقول انه مثلا ربنا كان بيصلي لك طبعا ويرفع عنك، لا، بس كان يرفعك لمستوى يخليك تحس بان التجارب دي هبه
وهي فعلا كده. وهو لكم أن تتألموا. فيقول إن التجارب يا حبيبي دي بتثقل الإنسان، تعلمه، ترفعه إلى مراتب عالية، تحسسه بإن العالم ده لا يسوى شيء. هي المركبات الشاربمية التي ترفعك إلى مستوى الله. فافرح بالتجارب دي، تعز بيها، ليها بركتها في الآخر. وبعدين يديك أمثلة لناس بتمر بتجارب أصعب، أو في الآخر يقول لك طب السيد المسيح مالك العالم والكون تألم إزاي وتعذب إزاي؟ فإحنا ده مقارنة بها يكون إيه؟ وإحنا مين يعني؟ عندي الكثير من قصص سمعتها وشفتها وعشرتها، إنما يعني يكفي هذا. كان أبونا شنودة علمنا إن إحنا في الموت نقول إن الموت ده طبعاً عبور، وكان يقول اسمحوا لي على خلاف العرف إن أهنئكم بسلامة وصول حبيبنا بسلام لأرض للمينا. فإحنا برضو بنقول له طباك أبونا شنودة وحمد الله على السلامة، ما تنساش أولادك في صلواتك أمام عرش النعمة. أنا كنت ملازم لأبونا شنودة إخوة لحد ما ربنا استلم وديحته. إحنا مجموعة من الأحباء، طبعا سونيا ومجموعة أخرى من الأحباء، وكلنا وصلنا أن يذكر شباب الكنيسة وكل واحد وواحدة باسمه، وكان بيهز راسه، كان بيفتح عينه، كان سمعنا لحد ما ربنا استلم وديحته. اذكرنا أمام عرش النعمة طباك ثم طباك ثم طباك، ولا تنسى أولادك في صلواتك وفي طلباتك. ودلوقت أنت عندك عائق في الجسد وعندك روح منطلقة، فتطلب بقوة أكثر. بإذن الله دائما أبديا أمين. شكرا.